تقوم وتكملة لنشاطات العلمية في قسم الرياضيات كلية علوم الحاسب والرياضيات جامعة الكوفة. أنا أتمنى صوتك واصل للجميع. محاضرة اليوم يقدمها صاحب دكتور ويدا رزاق، أو أعتقد عبد الرزاق، بعنوان A Heuristic Approach to the Min C1S and CBM Problems. تفضل دكتور. السلام عليكم، أحيي السادة الحضور السيدات. المحاضرة اليوم بعنوان A Heuristic Approach to the Minimum C1S اللي هي Consecutive Ones Submatrix and CBM Problems. CBM هي عبارة عن Consecutive Blocks Minimization، وهو أحد مواضيع المهمة في الانتجر بروجرامينج. الاوتلاين راح اقدم الانترودكشن، ذا كونسيكتيف وانس بروبرتي اللي هي التعريف اللي تخصها، وان اختصرتها ما حاطه كثير من التعريف. بولينوميال تايم لوكال امبروفمنت هيورستيك فور سي دي ام، ان الترناتيف كولوم انسيرشن بروسيجر، كولوم انسيرشن اند انترتشينج بروسيجرز، ذا كونسيكتيف بلوكس مينيمايزيشن بروبلم، computational experiments والconclusion. طبعا الموضوع هنا يخص مصفوفة معينة أظن فقط نوعين من المحتويات، هي الصفر والواحد فقط. هاي نوع من المصفوفة في الانتجر بروجرامينج تكون جدا مهمة إذا كانت الوان بهالشكل، الوان مالتها اللي هي تمثل لي هنا المتغيرات، يعني هذا الوان هنا وهذا هنا هي عبارة عن متغيرات. من تكون بهالشكل consecutive، هاي الصفة هاي الخاصية جدا مهمة، راح تسهل عملية حل السيستم. نيجي على تعريف C1P. إذا كان عندي مصفوفة 0-1 matrix is said to have the consecutive ones probability for rows if its columns can be changed such that all the ones are consecutive in every row. الخاصية هاي تقول إذا كان عندي مجموعة من الأعمدة وحاولت أغير بالأعمدة بأماكنهن وحصلت على هاي البلوكات، بكل صف أحصل على بلوك واحد فقط للونس، ما يصير بيناتهم صفر. هاي الخاصية راح تكون وتسمى C1P consecutive ones probability. هاي راح تكون للصفوف، وفي حالة إذا ردتها لل يعني تكون كل صف العفو ببلوك، وإذا ردت حل الأعمدة فمعناها راح أغير بالصفوف. من أغير مواقع الصفوف يكون الكونسيكتف بهالشكل هذا، مشان هاي المن تكون للأعمدة، يعني الخاصية تكون للطرفين للجانبين للصفوف وللأعمدة. التعريف الثاني اللي هو C1S يقال أنه تكون عندنا معطيات 0-1 ماتريكس. The problem هنا هي finding maximum set of columns that the result. أنا أسوي بالتغيير بالأعمدة، خلينا نقول هسه إحنا تعريفنا آخر ثاني الأعمدة، من أغير أماكن الأعمدة ما أحصل الخاصية بأكملها، إنما احتمال أحصل جزء من عدها، يصير عندي في تتقطع بمكان ما بهالمصفوفة، خلينا نقول صفر بهالمكان هذا، فمعناها بهالصف راح يصير عندي بلوكين. بهيجي حالة هنا بالواي وأقطع، فهذا الجزء اللي حصلته هنا هسه على اليسار اللي بيه كل صف عندي بلوك واحد، هذا راح تكون شنو؟ مصفوفة جزئية تمتلك خاصية الـ C1P. The problems based on matrices with this probability are easier to solve than the model suggests. هي هاي الخاصية، من تكون عندي أني المصفوفة الأصلية وبيها هاي الثقوب بين البلوكات، عادة تكون مصفوفة انتجر ولازم أحلها بألغوريثمات تخص الانتجر بروجرامينج، وراح تكون شوية صعب حلها، واحتمال تاخذ وقت كلش طويل، وبعضها احتمال ما تنحل. فالأفضل إنه أني أحاول حتى لو ألقي جزء من عندها اللي هو C1S Submatrix، أحاول جزء من عندها أحقق لي هاي الخاصية، أو الأحسن تكون كلها. إذا جزء من عندها أقدر أحلها بأحد الألغوريثمات الميكسيمم أتعامل وياها كميكس انتجر بروجرامينج.
جزء من عندها اللي هو الكونسيكتيف راح تكون اعتبره continuous، وجزء الثاني اللي هو مون كونسيكتيف راح اعتبره integer. فاقدر اتعامل وياها كميكس انتجر بروجرامنج من هذا النوع من المسائل، واقدر احلها فد كثير اكو من الالغوريثمات المهمه نقدر نحل بيها. واذا حققت مثل ما قلت الخاصيه باكملها فراح تكون سهله واقدر احلها كلينير بروجرامنج. واكثر واحد معروف من الالغوريثمات هو السيمبلكس يحلها، فراح تاخذ وقت كلش قليل. الغرض احنا The purpose of this work to find the heuristic local search algorithm to solve binary integer programs. الغرض من هذا ال work هنا إنه ألقي لي فد heuristic local search algorithm، فد algorithm واختاريته أنا هنا من يكون من النوع الheuristic والsearch مالته راح يكون local. على مود نحل هاي المسائل. الابليكيشن كثير من الابلكيشنز موجوده للسي 1 بي والسي 1 اس، ومن عندها بالريلوي اوبتمايزيشن، سكيتشولينج، كونستراكشن فيزيكال مابينج اوف ذا هيومن دي ان اي سيكونسز، اند ريتريفال فايل اورجانيزيشنز. وكثير من المسائل اللي نقدر نحلها عن طريق تمثيلها بمصفوفه صفر واحد. الخواص يوجد اكثر من خاصيه، انا هنا هسه ذكرت الدنيا احنا نهذا المشهورات المسائل. Find a minimum cardinality set of columns to delete such that the resultant matrix has the C1P. هاي البروبلم نسميها the minimum COS for the C. هاي بالنسبة للكولوم. طبعا هنا هو الـ O يقصد بها الـ ones. أنا كاتبة 1 هم مثلها بالـ O. هاي هسه هنا من أسوي تغيير بالكولومات احاول احسب كم كولوم انا راح احذف واحصل على السب ماتريكس اللي بيها هاي الخاصيه. ونفس الشيء المساله بالنسبه للصفوف، ايضا ايجاد المينيمم كاردينالي سيت اوف روز تو ديليت، بحيث ان النتيجه انه يبقى لي المصفوفه اللي تحتوي هاي الخاصيه. النوع الثالث هو ايجاد المينيمم كاردينالي سيت اوف وان انتريز. هاي هنا أنا يسوي فليب للزيرو، هي مو صفر واحد، يحاولون يقلبون بالصفر واحد على مود يحصلون كل صف يكون عندهم بلوك. فتسمى بهالشكل هذا الاختصار minimum CO consecutive ones one entries، لان سوينا فليب للزيرو. هاي النوع البروبلم هسه ذاكرتهم واكو يوجد غيرهم همينه، هن شيء ريليت للاخر ويكون من النوع الان بي هارد بروبلم. بسرعة بس تكبر المصفوفة يتحولن ل NP hard problems. أقصد بال NP hard هنا إنه مصفوفات من الصعوبة حلها، تأخذ مثل ما قلت وقت طويل، أو حتى بعض الأحيان يعني تحتاج algorithms متى heuristic حلها. ال exact algorithms مو بسهولة يحلنها. أتمنى صوتي عالي تسمعوني. دكتور علي صوتي واضح؟ long time local improvement heuristic for CBM. طبعا هسه انا قبل شوي اعطيتكم تعاريف ال C1S وال C1B الخاصيه مال consecutive probability. هنا هاي عندي البروبلم ريليتد الها، هنا شو يحسبون؟ يحسبون بس البلوكات، مو شرط يوصلون لبلوك واحد بكل صف، يقول حتى لو اكثر خلينا نقول لو بكل صف اكو خمس بلوكات نحاول نقللهم نوصلهم لاثنين ثلاثة أفضل من ماكو. فتسمى بالـ consecutive blocks minimization problem. وبهاي النوع من النوع الـ NP complete، حتى لو كانت مصفوفة صغيرة وبقتصروها على الصفر واحد، لأن أكو نوع من المصفوفات بها ناقص واحد، صفر واحد ناقص واحد. وحتى لو كان عندنا هي تكون NP complete، حتى لو كانت عندنا تمتلك بس اثنين ones كل صف. يعني تخيل انه عندك انت بس عد رقمين والبقيه كلها اصفار، هم صعب حلها. احد البيبرات اللي طلعت عليها كان بيبر للاوثر اسمه حدادي، اللي نطانا فد الجوريثم سماه بالنوم تايم هيورستيك. طبعا هو انشا الجوريثمين
اللي استخدمها لحل هاي المسألة اللي هي CBM وحاول يحصل نتائج لا بأس بيها بحيث ما تبتعد عن الأوبتيمم الحقيقي ب 50%. يعني هو طبعا 50% ما نقدر نقول احنا حل جيد، بس هو هذا قدر يوصل له بعض المقصوفات اللي تكون كلش سبارس كانت نتائج جيدة. بالنسبة للمصفوفة الباينري M في N، المصفوفة كلها هنا راح أشرحها أنا، هي M في N هنا نسميها A. وجد إنه السايز اللوكال سيرش للنيبرهود لقى O of N تربيع، هذا حجم السيرش مالت البحث، حيث عدد الـ number of blocks of a neighbor is found in all of the M operations. هاي هنا من نرمز للO هي عبارة عن عدد الـ operation اللي نحتاجه بالالغوريثم على ما نلقي الحل. فهو هسه الـ search هنا على size local search للـ neighborhood هو O of the N تربيع، وبالنسبة لكل عدد الـ operations لكل الصفوف هو O of the N. هذا الالغوريثم الاول اللي اتبعه اللي هو انترتشينج بروسيجر. الانترتشينج هنا شنو فكرته؟ قال ناخذ كل مصفوفه ونحاول نغير كل عمودين بيها. هنا تسمى العمود الاول رو اوف الاي والعمود الثاني رو اوف الجي. طبعا احنا شغلنا هيورستيك، والهيورستيك هو هنا شنو؟ راندوم، فراندوم يختار اي عمودين ويغير بيهن ويسوي سوب بيناتهم ويحسب يشوف شنو التقدم اللي صار بالمصفوفة، صار بيها شوية تحسن بالنتائج، قلل عدد البلوكات لو لا، لأن هو قاعد يحل مسألة الـ CBM، قاعد يحاول يصغر عدد البلوكات. إذا تحسن يسوي أبديت للماتريكس، إذا لا ما تحسن يحاول يروح ويغير بغير عمودين إلى أن يحصل بالنهاية يجربها كلهن ويحصل نتيجة جيدة. البروسيجر الثاني هو insertion. الانسيرشن هنا سوى هو ياخذ عمودين وياخذ عمود ثالث لا على التعيين هم randomly، يجي ويخلي بين هاي العمودين بالبوزيشن اللي بيناتهم ويشوف اكو صار تحسين بالمصفوفة لو لا، اذا اكو تحسين بقى ويسوي ابديت للمصفوفة على البرمتيشن الجديدة، والا يرجع المكانة ويروح يختار هيورستيك همينة راندوملي غير عمود إلى أن يحصل على نتائج جيدة بحيث يجربهم كلهم. نجي على البروسيجر مالتنا سميته Alternative Column Insertion Procedure. هنا أنا المصفوفة مالتي اللي هي أيضا M في N قسمتها إلى مصفوفتين Two Submatrices. المصفوفة الأولى سميتها A1، السايز مالتها حددته ام في بي، المكان القطع وين انا ردت اقطع، اقطع لي عمودين اكثر سميتها ام في بي، واللي هي هاي المصفوفه اي 1 نسميها الريمايندر سب ماتريكس. الريمايندر مصفوفه جزئيه المتبقيه او للاعمده المتبقيه. والمصفوفه الثانيه اي 2 هي ام في ان ناقص بي، من الان يعني من البي بعد واحسب الان، فهذا البعد مالتها صار. هاي المصفوفة أي اثنين هي اللي تمتلك الخاصية، أنا أسوي سيرش بداخلها وأشوف إيش قد أحصل من عندها، أحاول يعني أخذ المصفوف مثل ما هي ما أغير بالأعمدة، بس أحاول أبحث بها إلى أن أحصل جزء معين بحيث ألقي بي سي 1 بي وأخذها أسميها أي اثنين، والريمايندر مالتها أسميها أي 1، وهذا البعد مالتها. الشيء اللي سويته شنو هو؟ انه راح ابدي اخذ اعمده من الـ A1 واحد واحد ابدي اخليه بالـ A2 على عسى احصل على تحسين بالمصفوفه واكبرها، لان هي C1B واحاول اكبرها. الشيء اللي يصير شنو؟ انه انا راح اخذ عمود بروسيجر بالشكل اللي اخذ عمود واحد من جانب الايسر ليفت كولوم من الـ A1 سميته رو اوف جي. اخذ هذا الكولوم واحاول احطه بين كولومين من اي اثنين واشوف بحقق لي الخاصيه لو لا، هدمها
لو بعدها محافظ عليها. إذا بقت المصفوفة أي اثنين بعدها تحقق لي سي 1 بي أبقي. إذا شفت لا هدمني الكيان مالتها وصارت عندي فجوة بالداخل، لا أرجع ألمن أرجع المصفوفته بس المصفوفة اللي هي أي 1 لكن أخليه من الجانب الأيمن. أنا مترجع مرة ثانية من الجانب الأيسر أخذ غير عمود وأجرب. الحالات اللي تطلع إحنا عندنا هنا خلينا نفرض أني الأي 2 هي سب ماتريكس بها فقط كولومين، خلينا نبدأ بيجي نموذج اعتيادي هي راح يكون 0-1 فبالعمود راح يطلع لي هاي الحالات هن عمودين لا غير. لو يطلع لي 0-0 بالصف، لو يطلع لي 0-1، لو 1-0، لو 1-1 ماكو غيرهم. من اجي اني اخلي هسه اخذت من اي 1 للمصفوفه الرمايده من اخذت هسه عمود من عندها واجي حطيته بنص هذني راح تطلع لي هاي الثمان حالات اللي هي 1-0-1-0 ثلاث اصفار، 1-0-1 ثلاث واحدات، 1-1-0-0-1-1 1-0-0-0-0-1 ماكو غيرهم. هاي الايت كيسز طلع عندي. دن كلهن لو نشوفهن دن كلهن يحققن لي انه بكل صف اكو بلوك ما عدا هذا اكو فجوه بالنص فصار عندي بلوكين اللي هو هذا الواحد وهذا. هاي الحاله هسه اللي طلعت عندي واذا ما تطلع عندي فمعناها ان راح يظل شو اسمه راح تظل المصفوفه محافظه وتمتلك السي 1 بي من حطيت العمود بالنص، بس اذا طلعت عندي لا معناها حطمها فاشيل العمود وارجع مره ثانيه للاي 1 احطها على جهه اليمين. خلينا نفرض احنا صار عندنا هسه المصفوفه صارت الاعمده يعني ما طلعت عندي اني يعني العمود خليته ما هدم الهيكليه وعندي هسه ثلاث اعمده وجبت عمود حطيت بيناتهم، هذا العمود خليته بيناتهم راح تطلع لي حاله اضافيه لهاي الحاله. احتمال تطلع هاي الحاله يطلع لي 1-0-1-0 بلوكين او احتمال هنا 0-1-0-1 بهالشكل. المهم معناها هم يطلع عندي بلوكين. هاي الحالتين اللي هن راح دائما يطلعن عندي. هاي في حاله اذا عندي كولومين وهاي في حاله اذا كان عندي اكثر من كولومين من ثلاثه وفوق تطلع عندي هيك شيء. ومن انا اقول بلوك واحد لا قد يكون هنا يعني معناها يطلع احتمال عندي اثنين هنا هاي هنا احتمال عندي ثلاثه اثناء تغيير الاعمده لما تكون المصفوفه اكبر. هسه اذا حصلنا امبروفمنت من ادخال هذا الكولوم اللي هو رو اوف الجي بين العمودين راح اسوي هم ابديت والا قلت اني ارجعها. هنا هسه هاي العمليه البروسيجر مالتنا اقدر احسبها بأو اوف الام اوبريشنز. هاي اقدر احسبها او اوف الام اوبريشنز هاي العمليه. هسه الفضاء مالتي اني بش قد راح احسبه؟ الفضاء مالتي هو المصفوفه هنا سايد اوف سيرش مالتي وهذا سميته هنا الفضاء نيبر هود سميته بهالشكل اعطيت تسميه. الكوست تايم مالتي اللي انا مود اسوي له سيرش راح يكون او اوف سيجمنت سميته بهاي التسميه والسيجمنت راح يكون هنا شرحها بهاي البروبوزيشن هنا راح نعطيها بعدين. طبعا هو السبب انه بهالشكل راح تنحسب. احنا لو نرجع لنفس المصفوفه ونشوف انه اني من عندي عمود واحط بين عمودين عندي بوسيبلتي واحده انا بدخل هذا العمود. يصير عندي ثلاث اعمده راح يصير عندي تو بوسيبلتيز على مود احط عمودين. واذا اكثر يعني كل ما يزيد العدد كل ما الاحتماليه تصير اكثر. فبهيك الحاله من ابدي اني اخذ من مصفوفه الريمايندر لاي 1 عمود اذا على عمودين بس بوسيبلتي واحد، اذا اثنين حطيت اثنين وقول ما جربت يعني مره هم رجعته وجبت واحد غيره هم نفس الاحتمالات لازم يدخل عليها. هنا عندنا السايز ماس البوسيبلتي عندنا ما يعبر هذا المقدار. على مداخل الكولومات واسوي لها انسيرشن بالمصفوفه اي اثنين لازم عندنا الاحتمالات مال الادخال مالت ما يعبر هذا المقدار اللي هو ان ناقص 2 في ان ناقص 1 على 2. عندي التيبل هنا هو يراوي لي الحالات اللي حكيت عنها قبل شوي 8 حالات
مثل ما تشوفون هو هذا العمود، أنا اللي قاعدة أدخله بين العمودين. فعندي بس الحالتين الأولى تطلع عندي غلط، لأن هي هذا التيبل هو أساس التشيك مالتي من أريد أدخل الأعمدة وأشيكها بالألغوريثم مالتي. هذا هو، إذا تطلع عندي هاي الحالتين الأولى، إذا تطلع عندي فولس العمود أرجعه أجيب غيره أشيك. إذا لا تطلع عندي كلها ترو، ما تطلع حدا من الحالتين، معناها أني السي 1 بي قدرت تتحقق، فأبقي العمود بهالمكان الجديد اللي خليته. فمثل ما قلت هو 1 0 1 وصفر واحد صفر واحد صفر، واكو واحد بغير مكان، اكو بلوك بغير مكان اللي هو هذا. انا قبل شويه من حكيت عليه قلت هاي الحاله، هذا هو الواحد اللي بغير مكان بالعمده المتقدمه. البروبوزيشن هنا تتحدث عن الكومبلكسيتي اوف ذا كولوم انسرشن بروسيجر. البروسيجر اللي اشتغلت عليه اني كل الجوريثم بالاوبتمايزيشن عاده يحسبوا له الكومبلكسيتي اللي هي ايش قد عمليات حسابيه هو دا يستهلك. انا حسبت هذا الالغوريثم لقيت انه الكومبلكسيتي مالته هي او اوف الام سيجمنت بي. السيجمنت هي هذا تعريفها هنا. السيجمنت انا قلت هي مصفوفة اثنين انا راح اكون، فمصفوفة اثنين اللي انا قاعده اخلي بيها الاعمده اللي قاعده اللي هو هنا ان ناقص بي، والان ناقص بي هو عباره عن السايد مالت المصفوفه. فابدي من عنده للان ناقص واحد، العمود الاخير ما اخذه مالت المصفوفه، لاني انا الاحشر قبل احط الكولوم فما اخذه، فاوقف للان ناقص واحد. وهنا عندي ان ناقص 1 اللي هو هنا راح ابدي بي بان ناقص، يكون ان ناقص بي ناقص 1. ونبدي نعوض، شوف ايش قد السايز مالت المصفوفه، ابدي اعوض الارقام واسوي هنا السوميشن، يطلع لي كل البوسيبيليتيز مالتي عمليه السيرش مالتي عند داخل بين الاعمده. فهسه هاي عند هنا هذا البحث مالت المصفوفه داخل الفضاء مالتنا بالنيبرهود اللي هنا سميته او اوف سيجمنت. واني سبقت ان هم حسبت الاو اوف الام اللي هي هاي الثمان كيسز، هاي الكالكوليشن مال الثمان حالات. زين اللي هو الام، شنو الام؟ عندي عدد الصفوف، انا مو بكل صف انا قاعده اشوف الحاله تطلع لي لو ما تطلع لي فاحسبها. فعدد الصفوف ايش قد؟ هي هاي التكلفه مال الكالكوليشن مال الثمان حالات. اذا هسه انا عندي السيجمنت، عندي الام، بقت البي. البي من جبتها؟ من انا عندي المصفوف وقاعده احاول احسن بيها. عدد هنا الامبروفمنت راح يكون، لا راح يكون اكثر من ان، لا ما يصير يكون اكثر من الاعمده مالتي، ولا يكون اقل من ال n ناقص b اللي هو حجم المصفوفه مال اي اثنين، لازم يكون بيناتهن. فمن اخذ الفرق بينهن يكون عندي n ناقص n ناقص b يطلع لي فقط b، بعد حذف ال n يبقى لي b. هذا عدد الامبروفمنت اللي انا راح اسويها لاي مصفوفه اشتغل عليها طبق الالجوريثم، هي هاي عدد ال التحسينات اللي اقدر اسويها بالاعمده الى ان احصل على افضل عدد من الاعمده اللي تمتلك هاي الخاصيه. هاي ان ذا وورست كيس، يعني احتمال اني اوصل لاحسن عدد بحيث بالفعل احصل المصفوفه مالتي تحقق الخاصيه، او احتمال لا احصل جزء من عندها فاقول حصلت يعني سب ماتريكس تحقق لي اللي هي سي 1 اس تحقق لي خاصيه الكونسيكتيف. وهذا البروسيجر. البروسيجر هنا نشوف انه التوتال نمبر للكولوم سميته بيتا، المصفوفه هنا هسه الاي 1 هذا البعد مالتها، الاي 2 هذا البعد، واللي هي تمتلك السي 1 بي. هنا اعتياد هذا اللوب مسوين احنا، وهنا نحاول نسوي انسيرت للكولوم بين الكولومين، ونشوف في حاله نشيك اذا حصلنا ترو لكل الصفوف فنسوي هنا الابديت، يعني احصل على برمجيشن احسن، والا شنو؟ ازيحها واجيب غير واحد واسوي ابديت من جديد اذا حصلت سي 1 بي، وهكذا نسمع الى ان نحصل على افضل تحسين. هسه احنا بعمليه نهايه بالالغوريثم اشتغلت اني عليه، اشتغلت عليه مخصوص على مود احاول السي 1 اس
الماكسيمم سب ماتريكس اللي بيها هاي البروبابيلتي. بس بنفس الوقت اني اقدر همين الجي عدد البلوكات اللي حداد يحاول بالالجوريثم مالته انه كان يحسب فقط هو السي بي ام عدد نمبر بلوكس حاول يقللهم. فاحنا بنفس الوقت همر المعنى بحيث نحصل الاعمده مالتنا، وبنفس الوقت حاولت احصل اقل عدد ممكن من البلوكس. فالبروبلزيشن هاي هنا راح تحسب للكومبلكسيتي المن للبلوكس من نمبر اوف بلوكس بهذا الشكل. هذا اللي جاته او اوف الام سيجمنت في جي ناقص ام. طبعا نفس العمليه الحسابيه اللي للبروبلزيشن اللي قبله بس هنا للصفوف. هسه نجي على التجارب اللي قمنا بيها. شنو نوع من المصفوفات اللي رنينا عليها الالجوريثم مالتنا؟ اولا اي مصفوفات اللي اخذتها قسمتها الى مصفوفين مثل ما قلت. واحده من عندهن تمتلك السي 1 او الخاصيه مال سي 1 بي خلينا نقول، والثانيه رنينا عليها يعني وبعدين عفوا طبقت عليهن الالجوريثم. وجدنا انه الالجوريثم الكولوم انسيرشن الجوريثم يعطينا نتائج جيده على المصفوفات الكبيره. كل ما المصفوف الاول بالبدايه لاي اثنين كل ما تكون اكبر كل ما النتائج تكون افضل، تكون عدد البلوكات قليله وعدد الكولومات اللي تمتلك السي 1 بي ايضا اكبر. الالجوريثم طبقنا على مصفوفات متنوعه من الريل وورلد وراندملي جنريتد ماتريسز. النوع من نوع المصفوفات هاي كانت نون سيمتريك. احنا ما ناخذ عاده سيمتريك، السيمتريك تكون متماثله وتكون سهل حلها. عاده نفضل تكون المصفوفات نون سيمتريك وتكون متولده من ستيت كفرنج بروبلم اللي هي هاي نوع من المصفوفات اللي تكون هي صفر واحد. بعضها كانت ما مشيكه للخاصيه ما نعرف احنا ايش قد مقدار السي 1 بي بيها، وبعضها لا اللي هي الريل كانت مشيكه ايش قد بيها. الريل وورلد داتا كانت خمس مصفوفات وماخذيها من مساله الستور لوكيشن بروبلم، هي مساله حقيقيه بوست باي جيرمان ريل واي كومباني، شركه المانيه للريل واي، وشكلوها شو اسمه الداتا مالتهم على شكل سي اس بي اللي هي سيت كفرنج بروبلم، فطبقناها وشفنا الالجوريثم جربناه عليها. هسه التيست الالجوريثم ثلاثة احنا سميناه هنا. أنا بالبداية مثل ما قلت اني اخذ ادور بالمصفوفة الموجودة عندي، احاول اسوي استراكت للسي 1 اس سب ماتريكس للمصفوفة المعطاة وبعدين اطبق عليها. بالنسبة هذا المصفوفات اللي هن من النوع اللي انا مولدتهن بديت بالالجوريثم يعني الكود مالتي، او اكو نوع ثاني اللي هو راح نسميهن بي و سي. اذا ماخذين هنا هياتها المصفوفات هاي السي بي ماتريسيس اخذناها من غير بيبر، طلبتهم من اوثرين اسمهم براف اند سكوبل، ذني هم مولديهن بالكود مالتهم. كانت الدنسيتي مالت الوس مالتها بين 30 و 50، الدنسيتي كان شويه عاليه. وال العفو ال 5 ريل وورد ماتريسيز ذني انا من شو اسمه اخذت بس عموديين من عندهم فصلت، ما دورت بداخلهم ايش قد لان ذني كلش سبارس، فاكتفيت انه اخذ فقط عموديين واطبق الالجوريثم مالتي. لاحظنا من النتائج انه عدد طبعا التابلات اللي راح نشوفهم ثلاثه واربعه وخمسه اللي بيهم النتائج، لاحظنا انه الافرج نمبر اوف بلوكس اند كولومز راح يكون انه يبين انه الالجوريثم 3 ينطينا عدد كبير من الاعمده ويا سي 1 بي وعدد بلوكس اقل. ذن الاوريجينال ماتريكس من المصفوفه الاصليه اللي اخذتها. ملاحظاتي على الالجوريثم الريزلتس من هذا الالجوريثم ما كانت تعتمد، لاحظنا انه ما كانت تعتمد على السايز مالت السي 1 اس فقط، وانما كانت تعتمد ايضا على الستركشر مالت المصفوفه
ستراكشر مالتها شلون توزيع الوان بيها. طبعا كل ما تكبر المصفوفة كل ما يكون الحل مالتها أصعب. ولاحظنا أنه الوقت مالت الحل ما يعتمد فقط على السايز مالت المصفوفة، إنما يعتمد على الدنسيتي أيضا. كل ما يكون عدد الواحد بيها هواية كل ما يكون الحل أصعب وتاخذ وقت أطول. وكل ما يكون تكون المصفوفة سبارس كل ما تكون الحل يعني بفورمانس مالت الالجوريثم يكون أفضل. الشيء الثالث اللي انتبهنا له أيضا، لاحظنا أنه إذا حلين طبقنا الالجوريثم ووجدنا عدد النمبر اوف بلوكس قليل، فهذا مو معناها انه النمبر مال السي 1 بي يعني عدد الاعمده تمتلك السي 1 بي راح يكون هوايه. مو شرط، لانه قد تكون انت عندك مثلا خلينا نقول مصفوفه 10 ب 10 وحصلت بيها اني كان بيها خلينا نقول 24 بلوك، واني بالالجوريثم طبقته طلع عندي 11 بلوك. 11 بلوك يعني بس يصير 10 تصير مصفوفه تمتلك السي 1 بي، يصير يعني الحل اوبتيمال. فهذا البلوك الزايد هذا اذا يجيني بنهايه المصفوفه يصير العدد الاعمده اللي تمتلك السي 1 بي يصير كبير، فالنتيجه تكون جيده. لكن خلينا نفرض انه هذا العمود اجى بالوسط، هذا البلوك اجى بالوسط راح يقطعها بالنص، فالنتيجه ما راح تكون عاليه، راح ياثر عدد البلوك صحيح ممتاز لكنه ما حصلت عدد اعمده اللي تمتلك هاي الخاصية بشكل كبير. بينما إذا كان بالعكس، إذا كان عدد الأعمدة اللي تمتلك هاي الخاصية عددهن هواية، فمعناها شنو؟ معناها راح ينطيني عدد بلوكس قليل. هنا أنا هسه عندنا التيبلات، هذا تيبل رقم 2 يراويني الحجم مالت المصفوفات. طبعا هاي المصفوفات مو من عندي، أخذتها من غير أوثرز. هاي المصفوفات هنا الريل الخمسة هذا حجمهن، وهذا الدنسيتي مالتهن. هنا هذا النوع البي وهذا النوع السي اللي اخذتهن من رالف. تشوفون السايز تشوفون السايز مالتهن مو عالي، بس حالهن كان صعب شوية، الدنسيتي مالتهن شوية عالية. تابل ثلاثة، هاي المصفوفات اللي ولدتهن من الكود مالتنا اللي هو من السي و السي اس بي وهي مثل ما قلت نو سيمتريك ماتريسيس وولدناها راندوملي. الدنسيتي مالتنا خليتها عاليه 2% 4 10% الكل سايز اختاريت 100 و200 و500. هنا هسه من سويت سيرش بي هاي انيشال انفورميشن، هنا قبل ما ارن الالجوريثم عليها اشوف اني احسب داخلها ايش قد عدد البلوكات الاصليه وايش قد عدد الاعمده اللي تمتلك هاي الخاصيه. ورا ما رنينا الالجوريثم شفنا هنا ايش قد تحسين. هذا الفاينل، هذا كان يعني الاصلي وهاي الفاينل هنا، وهاي البلوكس اللي تحسنت هنا. هذا عدد السي 1 بي، عدد الكولومز اللي تمتلك السي 1 بي نشوفها تحسنت بشكل كبير، وهذا التايم مالتها. هذا الالجوريثم من الالجوريثمات اللي ما يكلف هوايه وقت، كان يرن بسرعه والوقت حسبناه بالسكندز. هنا هسه المصفوفات اللي اخذناهن من غير بيبر، نشوف هسه هاي المعلومات الاصليه مصفوفات البي اللي هي الدنسيتي مالتهن 3%، هاي الانيشال بلوكس هنا. ورا ما رنينا الالجوريثم صار عدد مو بلوكس، عدد الاعمده اللي تمتلك الخاصيه. وهاي الامبروفمنت هل قد حسننا بعدد البلوكات. وهذا الوقت مالتها. وايضا هنا هسه النوع الثاني سي اللي هو كان 5% الدنسيتي مالته. مثل ما نشوف هنا عدد السي 1 بي هاي الاعمده وحسناها لهذا الشكل. شوفوا هنا باو هنا 3%، شوف عدد الجسم عدد الاعمده اعلى. بينما هنا لانه 5% عدد الاعمده كانت اقل، ما قدر نطلع اكثر. لانه ايش قد ما يرن ايش قد ما يحاول يبدل بالاعمده لازم يطلع لنا قطع، لانه عندي كل صف اكو مجموعه كبيره من الواحدات. هنا اخيرا هو تيبل 5 اللي هي هنا الريل وورلد انستانسز ماتريسيز.
هذا السايز مالتها العفو هاي نمبر لل الانيشال بلوكس ايش قد بيها وهاي هنا السي 1 بعددهن بعد ما رنينا الالجوريثم هنا عدد البلوكات حسناهن وهذا عدد السي 1 بي طبعا قارنته وقارنته بالالجوريثم يعني 1 و2 اللي هنا الفاينل بلوك هنا هو هيك طلع لي الفاينل بلوك مالتهم شوفه احنا الفاينل بلوك مالتنا هياته هنا شوف المصفوفه الاولى بتساوي نفس النتيجه المصفوفه الثانيه فرق 4 اعمده والاخيره العفو فرق 4 بلوكات والاخيره بلوك واحد هنا لا اكثر طالع مو ذاك الفرق الكبير بس يعني مثل ذني ذني الطاقات تقريبا لكن ما قدرنا نقارن الوقت بيننا وبينهم بس خلي الوقت مال الالجوريثم مالتي لانه الحاسبه اللي هم مشتغلين عليه على ما يبدو الكور مالتها يختلف واعتقد اقدم فما يصير اذا ما يكون تقريبا متقاربات بنوع الحاسبات الثاني نقدر نقارن فما قارنت بالوقت قارنت فقط في النتائج اللي هم وصلوا لها واللي احنا وصلنا لها. الكونكلوجن هنا وي بريزنتد ا هيورستيك ميثود فور سولفينج ذا سي 1 اس بروبلم والكولومز انسيرشن بروسيجر سجستد تو ادريس ذا بروبلم هو هذا الالجوريثم اللي احنا اقترحناه. The minimum consecutive blocks or CBM اللي هي بهذا البيبر هنا اللي هو حداد واخرين اللي اشتغلوا عليه حاولنا نحل احنا بواسطه الالجوريثم مالتنا. الماتريكس العفو الماكسيمم سي 1 سب ماتريكس امبروفد باي يوزنج ابولينوميال تايم لوكال الجوريثم والكومبلكسيتي كانت عندنا هنا طلعت عندنا او اوف الام سيجمنت بي واللي هي طبعا هنا الكومبلكسيتي جيده لان بولينوميال تايم هنا الالجوريثم مالتنا وكذلك حل وجدنا الكومبلكسيتي بالنسبه لمساله السي بي ام اللي هي كانت او اوف الام سيجمنت في جي ناقص ام. اخيرا طبقنا الالجوريثم لراندوم جنريت ماتريسز عن ريل وورد انستانسز وعرضنا عليكم النتائج مالتها. And thank you. شكرا جزيلا دكتور ويدر على المحاضرة القيمة و يعني النتائج أيضا. إذا أي أحد من الحضور من السادة الحضور عنده سؤال أو استفسار يقدر يفتح المايك ويسأل. يعني على ما يبدو انه ماكو اسئلة. على كل حال. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. العفو ممكن فد سؤال؟ تفضل. تفضل. انا الدكتور محمد قاسم من الجامعة التكنولوجية استاذ مساعد. اختصاصي هندسة اتصالات ومعلوماتية. اهلا وسهلا. الله يخليك دا اسال الدكتوره بس بدون زحمه انا شويه بس ما انتبهت على مساله الكومبلكسيتي شلون يتم الحساب مالتها دكتوره بدون زحمه عليك الكومبلكسيتي عاده تنحسب حسب الالجوريثم مالتك انت شلون مشتغل عليه هنا انا لانه مصفوفه اولا حاولت القي عدد العمليات مالتي الكيس مالتي انا مو ثمانيه قلت انت ثمان حالات تطلع لي واحدة من عندها انقطع والبقية ما يطلع بيهن، ذني لازم العفو اثنين من عندها انقطع. خلي بس اقرا لك اياهم هي هاي من حالات كلهن اشيكهن، اشيكهن على صف صف. اشوف يعني بكل صف قد يطلع عندي قطع لو ما يطلع. فهاي العمليات مدام على كل الصفوف فهاي عندي او اوف الام. هاي اول شيء. بعدين عندي السيجمنت اللي هو سيجمنت انا قلت الكوست تايم هنا اذا ابحث به بداخل بين الاعمده اللي هو قلت ما يصير يكون اقل يعني لازم يكون دائما اقل من هذا المقدار ان ناقص 2 في ان ناقص 1 على 2 فمن حسبته هيات هاي الفورمولا هنا نعم عفوا المصفوفه عندك الاي 2 اللي هي انا قاعده اخلي الاعمده بيها احسب اني كم احتماليه عندي اللي قاعده ادخل بها الاعمده مثل ما قلت اذا عمودين عندك احتماليه عمود واحد بيناتهم
تجيب من الاي 1 داخلها. اذا ثلاث اعمده يصير عندك احتماليتين، هاي احتماليتين لمن؟ لكل الاعمده اللي قاعد اجيبها من الاي 1. فمن اجت هاي هسه اذا انت تعوض، خلينا نفرض انت شوف ايش قد مقدار الان مالتك عندك قد بتعوض. يعني الان تمثل عدد الاعمده. نعم الان تمثل عدد الاعمده الان هي مالت الاعمده باكملها مالت المصفوفه باكملها. وهنا يعني الان هي العدد الكلي للاعمده المصفوفه الوحده دائما ناقص واحد. هي اسمح لي، انا المصفوفه هي كان البعد مالتها ام في ان، ام هي الصفوف. نعم. والان باكملها من جهه قسمتها قسمت بعمود سميتها بي، فعندي المصفوفه اللي هي سميتها الريمايندر اللي اخذ من عندهم وادخل داخلها، هاي اخطيتها بعد ام في بي. المصفوفه الاي 2 اللي هي الان هاي الاداء احاول احسنها اللي هي شنو هي تمتلك الخاصيه واحاول احسنها، هاي انطيتها بعد ام في ان ناقص بي. فهسه هي هاي انا قاعده هي هاي قاعده ابحث بها السيرش مالتها، واللي عليه السيرش اخذت طلعت لي عندي اني سيجمنت من حسبتها، من حسبت كل البوسيبيليتيز طلعت لي سيجمنت. تقدر تجرب انت بيدك وتشوف شو معطيك. بعدين يعني عندي هذا التحسين. التحسين على اساس شنو اذا نحسبه دكتور العفو؟ نعم التحسين على اساس شنو اذا نحسبه احنا يعني بالنسبه للمصفوفه؟ خاصيه انا من عندي عموديين قلت والعموديين بيهن هن كونسكتيف. ارجع لك على المصفوفه، هلا ارجع لك على المصفوفه فوق. أنا آسف شوي أخاف يعني أطلع لا بالأسئلة. لا إن هي الكومبلكسيتي ترى عملية مو سهلة، هذا الألغوريثم مالتي أنا سهل بصراحة أخذ مني وقت على مود يعني أتأكد بالضبط إنه أنا بالفعل مطلع الكومبلكسيتي الصحيحة. شوف هسه خلينا نفرض هذا، هسه خلينا نفرض هسه هو هذا عندك الكونسيكتيف هاي أي 2 وهاي أي 1 وأريد أجرب ذني أخليهن بداخله وأشوف يطلع عندي قطع له لا. فجبت هذا من اليسرى حطيته بين أول عمودين. من حنطيته شوف قاعد هو طبعا لانه هو نفسه فيطلع لي هنا 0 0 1. فمن اجي احسب الحالات الثمانيه القي ما طلع عندي عفوا قطع، الواحد قاعد هنا لا طلع. لو طالع لي واحد هنا بنص هذني كان صار عندك قطع، لو طالع هنا صفر يصير عندك قطع، فما طلع عندي قطع. فهذا هسه خلينا نقول من اول بوسيبيليتي طلع. فانا من اجيبهن اجربهن حسبتهن كلهن بيناتهن، هذا سميته عفوا هو لا هي الفورمولا هاي نفسها. انت ايش قد انت عندك مصفوفتك 10 تحسب لك اياه، مصفوفتك 100 تحسب لك اياه. اكيد كل ما يزيد عدد المصفوف كل ما الكومبلكسيتي تصير اكثر. يعني مثلا الوقت اللي تستغرقه مو انا بالنسبه لي من احسب التعقيد شنت بالشغل مالتي مرات اخذه من ناحيه الزمن او الدوريشن اللي اسويه مثلا بالخوارزميه واحسب الزمن. اذا كان عندي مثلا الزمن كل ما يقل تعرفين يعني هنا انا عندي الريسبونس راح يكون اسرع يعني معناها صار شغل افضل. بس انا قصدي انه اذا زادت المصفوفه يعني الحجم مالتها اذا زاد هو الطبيعي انه هي لازم يصير بها تاخير بالزمن يعني يصير شويه الريسبونس اقل. اكيد المصفوفه عندي كل ما تكبر كل ما الوقت تاخذ اكثر بالكومبلكسيتي. الحسابات راح تكثر عندنا لان الحسابات زادت عندي هسه الاوبريشن راح تزيد بزياده الحجم مالت المصفوفه وبزياده الدنسيتي هم يعني تزيد. هو أنا هذا الشيء اربطه ويا التعقيد. مو انا تعرفين انا شغلي لانه شو اسمه يعني له علاقه بالامبلمنتيشن بالنسبه للدوائر الالكترونيه. فانا كل ما زيد عندي تعقيدات المصفوفه كل ما زيد تعقيداتها كل ما يكون الامبلمنتيشن عندي اصعب. يعني هاي الحسابات اللي اي فدائما ابحث عن مثل ما يقول شلون عن شغل دائما يوصلني للحل باقصر الطرق حتى اقلل من التعقيد. هو احنا ليش نهبه مثل هسه هاي ترى نوع من المصفوفه لها اكزاكت الجوريثمز بس مو كلهن يحلن لان اكو مصفوفات ياخذون وقت كلش كبير. فنتجه للهيورستيك نحاول به الهيورستيك من حصل جلوبال حصل لوكال بس شويه الوقت اسرع. صحيح انا عندي كانت مصفوفات من استخدم طريقه الماكسيمم لايكليهود يعني بعض الاحيان تستغرق يعني 24 ساعه او 72 ساعه يعني اي ساعات هوايه تستغرق لما نطلع النتائج. يعني ما بالغ لك هي هاي المصفوفه 01
اكو بالانتجر مصفوفة مشهورة اعتقد ما تتجاوز 10 في 10، احتمال تاخذ يومين او ثلاثة بوحدة من الالجوريثم وما تنحل. جربها انا دكتورة، يعني 3 ايام او يومين او 3 ايام، يعني اترك الران يشتغل حتى احصل النتائج. صحيح لها سبب، يحاولون دائما يكون الالجوريثمات احسن على يقللون الوقت، ما يهتمون انه يكون الحل اكوريت، يكون مو قد مشكله ان يكون حيل دقيق على الاقل يكون سريع، بس ما يكون ما يكون يعني نسبه الخطا كبيره. اذا كان الحل مقنع ويكون احنا الكومبلكسيتي عندنا اقل يكون افضل، هو طبعا دائما. شكرا جزيلا يعني دكتوره، شكرا جزيلا. اهلا بك. اهلا دكتور المدخل. إذا أكو سؤال آخر، أعتقد ماكو سؤال. إذن شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور رويد لهذه المحاضرة، لحضوركم، وإن شاء الله نلتقي في نشاط آخر ومناسبة أخرى. شكرا جزيلا وتصبحون على خير. أهلا وسهلا دكتور، شكرا للحضور، أهلا وسهلا بكم.